بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفيديو اليوم سوف أقدم وصفات رائعة لتفتيح وتبييض الجسم، إزالة التصبغات والسواد والبقع الداكنة من كامل الجسم، المناطق الحساسة كذلك الرقبة تحت الإبطين، كذلك الركب والكوعين والقدمين وكامل الجسم. يمكننا اختيار وصفة من بين هذه الوصفات التي أقدمها في هذا الفيديو حسب المكونات المتواجدة عندك في البيت وكذلك حسب ما يناسبك. طبعا كلنا نستعمل خلطات في البيت للبشرة أو للشعر أو حتى للجسم، ونعرف ما يناسبنا وما لا يناسبنا. فقط يمكنك أو يفضل اتباع الفيديو للأخير ومشاهدة كامل هذه الوصفات ونختار من بينها أي وصفة نعتمدها، ويمكن التغيير في هذه الوصفات، يمكن استعمال أي وصفة من بين هذه الوصفات. كل أسبوع نقوم بتغيير الوصفة ولا مانع أبدا في ذلك. أولا نأخذ أي نوع صابون، يمكن استعمال صابونة دوف. هنا للأمانة قمت بتذويب ربع صابونة من صابونة دوف في ربع كوب كذلك من ماء الورد. يمكن استعمال ماء عادي أو حليب حسب الرغبة، نقوم بتذويبه فقط على الماء وليس على النار. نضعه نبشر ربع صابونة، نضع عليها ربع كوب من ماء الورد ونتركها لتذوب ليلة كاملة دون وضعها على النار. إذا كنت مستعجلة يمكن عمل حمام مائي لتذويب هذه الصابونة، ويمكن استعمال صابون الطاووس أو صابون الرقي أو أي نوع صابون، صابون أطفال أو أي نوع صابون، صابون الحجرة كذلك يمكن استعماله، أو يمكننا كذلك استعمال الصابون البلدي، صابون البلدي أو الصابون المغربي أو صابون طبيعي، يمكن كذلك استعماله في هذه الوصفة لأننا نستعملها أثناء الاستحمام. إذا كان الإسوداد شديد جدا يمكن عمل هذه الوصفات دهنها على الجسم كامل نصف ساعة قبل الاستحمام، كذلك هي مفيدة. أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو هي أن نأخذ، طبعا هنا نضاعف المقادير حسب الحاجة، ملعقة طعام كبيرة من الصابون المذاب، ونضع عليها هنا ملعقة طعام كبيرة من الحنة البيضاء. الحنة البيضاء الآن متوفرة عند العطار، فقط أطلبي حنة بيضاء ويعطيها لك مباشرة. إذا أردت عمل الحنة البيضاء في البيت فالطريقة موجودة بقناتي بمكونات متوفرة في مطبخك، يمكنك عملها وبكمية كبيرة وتكون أرخص من الحنة المتواجدة عند العطار لأن ثمنها غالي. نقوم بخلط الحنة البيضاء مع الصابون جيدا، يمكن إضافة عصير نصف ليمونة لهذه المكونات إذا كنت لا تتحسسين من عصير الليمون. وبعدها نستخدم كما سبق وذكرت هذه الخلطة سواء قبل الاستحمام أو أثناء الاستحمام إذا كانت المسامات مفتوحة. طبعا أثناء الاستحمام أحسن لما تكون المسامات مفتوحة، تدهن على كامل الجسم بعد عمل التقشير أو بعد استعمال الليفة، نتركه لحوالي 10 دقائق ثم نقوم بشطف الخلطة بالماء، ولا ننسى دائما الترطيب، ويفضل هنا ترطيب الجسم بزيت أطفال أو زيت ورد للمساعدة في التفتيح. غير متوفر عندك الحنة البيضاء، ننتقل لعمل الوصفة الثانية، هي رائعة جدا، وكل هذه الوصفات مجربة على حالات كثيرة وكلها ناجحة. كما سبق وذكرت اختاري فقط حسب ما يناسبك. نضع ملعقة طعام كبيرة من الصابون، نأخذ أولا ملعقة طعام كبيرة من الخميرة،
خميرة جافة فورية الخاصة بالمخبوزات والمعجنات، ونضع عليها ملعقة طعام كبيرة سواء من الحليب أو من ماء الورد. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ونتركها حوالي 5 دقائق إلى أن تذوب الخميرة. بعدما تذوب الخميرة ويتضاعف حجمها نتحصل عليها بهذا الشكل، نضيفها على ملعقة الصابون. نضيف الخميرة على الصابون. ممتازة وصفة الخميرة للتفتيح وإزالة البقع الداكنة حتى وإن كان هنالك نمش أو كلف في الجسم، واستمرار سنوات بالمداومة طبعا يزيلها. نخلط جيدا بهذا الشكل ونقوم باستعمالها على كامل الجسم، كما سبق وذكرت الرقبة وكامل الجسم تحت الإبطين، الركب، الكوعين، المناطق الحساسة والأرداف. ونتركها طبعا قبل الاستحمام نصف ساعة، وأثناء الاستحمام ل10 دقائق فقط كافية، وبعدها نقوم بشطف الجسم. هذه الوصفات، وصفة الخميرة والحنة البيضاء، يمكننا كذلك استعمالها على بشرة الوجه في هذه الحالات. والوصفة الثالثة كذلك والمجربة طبعا، هي أن نأخذ الصابون وماء الأكسجين. ماء الأكسجين هنا متوفر عند الصيدلية، فقط أطلبي منه ماء الأكسجين. نضع ملعقة طعام كبيرة من الصابون ونضيف عليها 20 قطرة من ماء الأكسجين. درجة تكون 10 درجات، هنا 10 درجات، قلت 20 قطرة من ماء الأكسجين. ونخلط المكونات مع بعض جيدا ونستخدمها مثل ما استخدمنا باقي الوصفات. غير متوفرة لديك هذه المكونات، نستخدم الصابون مع كذلك ملعقة من الصابون، ونضيف عليها كذلك ملعقة من مبشور قشر البرتقال. قشر البرتقال، وطبعا هذه الوصفة سبق ووضعتها بالقناة، هي موجودة بقناتي وسبق تجربتها من قبل المتابعات وكانت والحمد لله ناجحة. نخلط المكونات جيدا. طبعا هنا يمكننا في كامل هذه الوصفات إضافة عصير نصف ليمونة صغيرة إذا كانت البشرة لا تتحسس من عصير الليمون، ونستخدمها سواء قبل الاستحمام بنصف ساعة أو أثناء الاستحمام ل10 دقائق. كل هذه الوصفات آمنة للحوامل والمرضعات، وكذلك كل البنات يمكنهم استعمالها وبكل أمان، حتى الرجال لما لا، هي خلطات صابونية تستخدم أثناء الاستحمام آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، خاصة إذا استخدمناها طبعا مع الصابون البلدي، رائع جدا في عمل هذه الوصفات كذلك، لا مانع في ذلك. وصلاحيتها تدوم في مكان بارد وجاف لمدة أسبوع كامل. طبعا هنا يمكن استعمال هذه الخلطات بشكل يومي إذا كنت عروس ومقبلة على الزواج، أو أثناء كل استحمام. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.